مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه التغطية الخاصة حول تقرير قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين بشأن استمرار الإخفاء القسري في العراق، رغم توقيع العراق على اتفاقية دولية لمكافحة الإخفاء القسري وعدم قدرة السلطات الحكومية على حماية المواطنين. ولمناقشة هذا الموضوع سيكون معنا في الاستوديو الأستاذ نظير الكندوري، الكاتب والباحث السياسي. أهلا وسهلا بك أستاذ نظير. حياكم الله، حيا مشاهدينا. وعبر سكايب من عمان سينضم إلينا الدكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين. أهلا بك دكتور أيمن. عموما الآن نبدأ بتغطيتنا، وقبل أن أتوجه بالسؤال لضيفي بالأستوديو نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نبدأ تغطيتنا. مشاهدينا الكرام، قبل أن نبدأ النقاش مع ضيوفنا في موضوعنا لتغطية هذا اليوم نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ التغطية، ابقوا معنا. تزخر التقارير السنوية لمنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بمعلومات تفصيلية موثقة عن التدهور المستمر لأوضاع حقوق الإنسان في العراق وعن تقاعس السلطات بل ومشاركة أجهزة فيها بتلك الانتهاكات، وفي مقدمتها قضية الإخفاء القسري. في تقرير جديد لقسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق أكد أن الإخفاء القسري جريمة تجري بصمت في العراق وسط تقاعس حكومي مزمن وتجاهل دولي مريب، وأضاف أن هناك ارتفاعا ملحوظا في أعداد المخفيين قسرا، حيث باتت ظاهرة الإخفاء القسري بمثابة انتقام منظم يعزز الصورة النمطية للسلطة في عدم قدرتها على حماية مواطنيها. ووفقا للتقرير السنوي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، فإن الاعتقالات وحالات الإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون تعد أمرا شائعا، ولم تقتصر على متظاهري ثورة تشرين فحسب، بل امتدت لتشمل صحفيين ومدونين لمنعهم من نشر حقائق ما جرى ويجري في العراق. وتؤكد اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن العراق يضم أكبر عدد للأشخاص المفقودين على مستوى العالم، بينما تؤكد اللجنة الدولية للمفقودين أن العدد قد يتراوح ما بين 250 ألفا ومليون شخص. وبينما تغص السجون في العراق بعدد هائل من المعتقلين، الكثير منهم زجوا فيها دون محاكمات ويتعرضون لشتى صنوف التعذيب الوحشي، يتساءل حقوقيون عن الواقع المرعب الذي يعيشه المخفيون قسريا، ممن لا يزالون على قيد الحياة في أماكن تسيطر عليها الميليشيات وباتت خارج سيطرة الدولة بالكامل، في حين تكشف المقابر التي يعثر عليها بين الفينة والأخرى مصير الذين لقوا حتفهم بإعدامات جماعية نفذتها الميليشيات، لا سيما عقب الأحداث المروعة التي شهدتها المناطق المنكوبة في عام 2014 وما بعده. وفي ظل تجاهل حكومي واضح وانشغال بكم هائل من الأزمات التي صنعتها الأحزاب الفاسدة والميليشيات الطائفية، يبدو أن ملف الإخفاء القسري سيظل معلقا دون حلول تنصف معاناة أعداد هائلة من المغيبين ينتظر ذووهم بارقة أمل تعيدهم سالمين أو تكشف عن مصيرهم على الأقل. مشاهدينا الكرام، تغطيتنا لهذا اليوم بشأن تقرير قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين حول موضوع آلاف المغيبين قسرا في ظل تجاهل الحكومة الحالية واستمرار تواصل القمع الميليشياوي للشارع، وأيضا تجاهل المجتمع الدولي والأممي لهذا الملف الذي لا يزال مجهولا مصير آلاف المغيبين فيه. البداية معك دكتور أيمن العاني، ضيفنا عبر سكايب من عمان، وأنت مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين. أهلا بك دكتور أيمن. في البداية وفي الوقت الذي تتوالى التقارير الحقوقية الدولية والعراقية التي تحذر من استمرار ممارسة الإخفاء القسري للسكان المدنيين، في المقابل نجد السلطة وميليشياتها مصرة ومستمرة على هذا النهج دون أي اكتراث أو مبالاة لهذه التحذيرات، ما تفسيرك لذلك؟
أخي الكريم، مرحبا مرة أخرى، أهلا وتحية بك. لضيفك الكريم. الحقيقة هذا الأمر فيه عاملان رئيسيان: استمرار جريمة الاختفاء القسري. هنالك لدينا إفلات من العقاب بالنسبة للمرتكبين، هذه أولا. ثانيا، لدينا تجاهل دولي حقيقة لما حصل ويحصل يوميا في العراق. خلال 2020 فقط هنالك تسجيل لأكثر من 474 حالة من حالات الاختفاء القسري. بطبيعة الحال هذه الجريمة هو الطرف المسبب بها إما القوات الحكومية أو الميليشيات المتحالفة معها أو جهات مسلحة تعمل برخصة من الحكومة. فلدينا هذه الحالات الموثقة والمثبتة لدينا. بالنتيجة اليوم يعني نحن أمام إفلات من العقاب، تجاهل دولي، يضاف إلى ذلك انتشار ظاهرة المعتقلات السرية وأماكن التوقيف غير الرسمية في العراق بشكل حقيقة ينذر ب يعني ما هو كارثة على صعيد تنفيذ هذه الجريمة. ومن المعلوم لديكم أن هذه الجريمة هي جريمة مركبة، لأنها تشتمل على الاحتجاز التعسفي، تشتمل على التعذيب وسوء المعاملة، وكذلك مع الأسف الشديد مصير هؤلاء الضحايا بالغالب الذي تتبين لنا يوما بعد آخر هو الموت ودفنهم سرا في مقابر جماعية. وهذا طبعا يعني الظلم مركب أيضا في هذا الأمر، لأن ذويهم يعني يظلون في حسرة وفي ألم مستمر. ابقى معي دكتور أيمن اللعاني، سأعود إليك بعد قليل، ريثما أتوجه بسؤالي إلى ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ نظير الكندوري. يعني أستاذ نظير، ما مبرر استمرار عمليات الإخفاء القسري في العراق حتى اليوم والحكومات تؤكد طي صفحة الطائفية في البلاد؟ ما المسوغ باعتقادكم؟ يعني في البدء أنا أقول لك أن يعني موضوع أنه قد انطوت صفحة الطائفية ما هي إلا مجرد ادعاءات، يعني وحتى هذه التفجيرات الأخيرة التي حصلت في بغداد هي إعادة إحياء هذا النفس وتصديره إلى المواطنين، لكن فشلوا فشلا ذريعا، وكان موقف المواطنين يعني حاسم من هذا الموضوع، وردوا الكرة إلى مرمى الميليشيات ومرمى الحكومة. وأحب يعني أعقب على كلام الدكتور أيمن الأخ الفاضل، يقول إن يعني أحد الأسباب يعني إنه تستشري ظاهرة الاختفاء القسري هو يعني إن هذه الميليشيات أو من يقوم بهذه العمليات يفلت من العقوبة. وأنا أقول الآن الخشية ليس من إفلات هذه الميليشيات من العقوبة، الآن الخشية على الحكومة التي هي يفترض أنه هي تنفذ العقوبة على هذه الميليشيات، الخشية عليها من عقوبات الميليشيات. يعني هل تلاحظ التناقض؟ الآن الحكومة غير قادرة على فعل شيء ضد هذه الميليشيات، بل الحكومة تخشى من عقاب الميليشيات إليها، بدليل أنهم هددوه وتجروا عليه بإهانته وقطع إذنه، ومع ذلك لم يكن هناك رد فعل من قبل رئيس الوزراء ولا من قبل الدولة العراقية اتجاه ميليشياوين وقادة ميليشيات يعني تمتلك السلاح بشكل غير قانوني. فالأمر يعني حينما نتحدث عن أنه يجب أن يسود القانون ويجب أن تكون الدولة لها قدرتها على فرض هيبتها في البلد، هذا الكلام يعني أشبه بأنه كلام خيالي في العراق، كون أن هذه الحكومة بل الملف الأمني مسيطر عليه بشكل أقرب أن يكون كامل من قبل هذه الميليشيات. لذلك ظاهرة الاختفاء القسري للمواطنين ظاهرة يعني تصفية بدون يعني محاكم وبدون وإيوائهم في سجون غير رسمية، هذه ظاهرة تستفحل في البلدان التي ليس فيها نظام قانوني وليس فيها قدرة للدولة على فرض سيطرتها على هذه البلاد. وبالتأكيد هذه الأعمال تندرج ضمن أجندات سياسية تخص يعني بعضها يخص الأحزاب التي مسيطرة على الحكم في العراق،
وبعضها يخص أجندات دول مجاورة لها مصلحة باستمرار مثل هذا الفوضى الأمنية، لها مصلحة بتغيير ديموغرافي للبلد، لها مصلحة باستمرار الخراب الموجود في العراق لكي يبقى ساحة تصريف للبضائع، ساحة أخرى لتجنيد الشباب العراقي في معاركهم، لفعل أي شيء تريده كمناطق نفوذ وتفرض نفسها كدولة كبرى وأقصد فيها إيران في المنطقة من خلال سيطرتها على بلد مثل العراق بكل موارده الطبيعية، بكل موارده البشرية، بكل ما يمثل العراق من معنى وقيمة في عمق العربي وعمق الإسلامي. هذه يعني معظم الأهداف التي تبتغي الميليشيات من إبقاء ظاهرة الإخفاء القسري والقتل والسجون السرية مستمرة حتى وقتنا هذا. يعني الإخفاء القسري في العراق عنوانه العريض ليس الحكومة، استنادا إلى إجابتك أستاذ نظير، وإنما هو أمر تتنفذ به الأحزاب التي تتبع ميليشيات أو الميليشيات التي تقاد بأمر من هذه الأحزاب المتنفذة. لا نقول هذا الأمر 100%، يعني أنا لا أدعي أن معظم عمليات الإخفاء القسري هي تقوم بها الميليشيات، بل أن القوات الحكومية من أجهزة أمنية من جيش وشرطة جميعهم مسؤولون، والذين هم تأسسوا بالأصل منذ 2003 على نواة ميليشياوية. يعني بول برايمر عندما حل الجيش العراقي السابق وحل الأجهزة الأمنية الأمن الداخلي أعاد بناءها على أساس ماذا؟ ليس على أساس يعني عناصر الجيش والشرطة السابقين، إنما على أساس ميليشيات قادمة من إيران وبالذات ميليشيا بدر ومن يعني يلفلف حولها. لذلك هي في أصلها ذات توجهات ميليشياوية، ذات توجهات ولائية، لها طريقة وطريقة عمل وأيديولوجية تمشي عليها. لذلك صحيح أن العمليات التي تقوم بها الميليشيات هي الحجم الأكبر كونها ليست تابعة للدولة، بينما الغض النظر الذي تقوم به الأجهزة الأمنية وكذلك المساعدة بشكل غير مباشر للميليشيات له أيضا جزء كبير من بقاء هذه العمليات مستمرة. وإلا يعني كيف يمكن هذا المجرم أن يقوم بعمله وهو يعلم أن الأجهزة الأمنية لا تفعل له شيء، بل يمكن أن تساعده، بل أن كثير من عمليات إلقاء القبض على هؤلاء المجرمين يتم إطلاق سراحهم مرة ثانية من السجون بفضل هذه الأجهزة الأمنية المخترقة. سنواصل معك أستاذ نظير ثم أنتقل بالسؤال إلى ضيفي من عمان عبر سكايب مرة أخرى إليك دكتور أيمن العاني. دكتور أيمن، يعني على الرغم من انضمام حكومة المالكي للاتفاقية الدولية كما تعلم، وهي اتفاقية من أجل حماية المدنيين من كل أشكال الإخفاء القسري، لكن هذا الإخفاء ما زال مستمرا وبشكل متزايد يوما في إثر الآخر. السؤال هنا، من المؤهل لمحاسبة حكومات العراق لهذا الخرق للاتفاقية المذكورة؟ أخي الكريم، ولكن بالبداية أحب أعقب على الأخ الضيف. تفضل. مسؤولية الحكومة هنا مسؤولية تضامنية تكافلية مع الميليشيات والجماعات المسلحة التي تعمل برخصة منها، إن كانت الحكومة ضعيفة أو قوية أو إن كان هذا بحث آخر، لكن الحكومة مسؤولية الحكومة هنا مسؤولية أصيلة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نفصل بين الحكومة وبين الميليشيات. هذه فقط للتعقيب. أما بالنسبة للجهات المخولة لمحاسبة الحكومة، يعني الكل يعلم أنه في 2003 جرى غزو العراق ويعني احتلاله بناء على كذبة وخدعة. نحن اليوم نقدم للمجتمع الدولي حقائق موثقة وثابتة وتعترف بها الحكومة نفسها، فالنتيجة اليوم الأحرى بالمجتمع الدولي أن كما حول البلد المستقر الذي فيه القانون إلى بلد بؤرة من الفوضى والصراع الخارجي، عليه أن يتحمل المسؤولية الأخلاقية قبل القانونية في إجبار في اتخاذ تدابير جبرية يكون عليها معالجة الوضع العراقي
ينبغي أن يكون هنالك توافقا دوليا ورؤية حقيقية للتعامل مع معايير حقوق الإنسان التي يتشدقون بالدفاع عنها. اليوم الإنسان العراقي في كل يوم يعاني من الجرائم والقتل والتعذيب والاختفاء القسري وسلب الحقوق وسرقة الثروات وهدر المقدرات. هذه كلها حقيقة الأمر. في يعني نحن ندعو المجتمع الدولي أنه يتخذ إجراءات حقيقية حاسمة ولا يتجاهل مسؤولية مذهب مسؤولية الحماية. هنالك على هذا الأساس تحرك المجتمع الدولي في 2003، وهو اليوم حقيقة مدعو بشدة للتحرك بالاتجاه تصحيح الخطأ الذي ارتكبه، الخطأ الذي هم وصفوه أنه خطأ فادح وأنه كارثة إنسانية، وأنهم حولوا المنطقة، حتى ليس فقط العراق، تحول إثر هذا التحرك الدولي في 2003 إلى ما نحن فيه اليوم من مآسي وجرائم وكوارث إنسانية وأمور يعني حقيقة لا توصف. فهو بنفس الوقت هو الجهة المخولة التي تحاسب هذه الحكومة، لأنها حكومة خارجة عن القانون وحكومة غير ملتزمة بالمعاهدات التي تفرضها هي على نفسها. فبالنتيجة اليوم نحن أمام حقيقة مجموعة من الميليشيات متفردة بالحكم في العراق، وينبغي على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا حقيقيا تجاه هذا الموضوع، ويحسم أمر ما يتعرض له الشعب العراقي المقهور طيلة العقدين الماضيين. وهذا هو نعم. يعني هذا هو الواجب حقيقة وفق القانون الدولي. هذا نعم. ليس يعني ليس والعراق عضو مؤسس في الأمم المتحدة. ينبغي هنا الأخذ بنظر الاعتبار كل هذه الحقائق، مع مقدرات البلد، مع الثروة البشرية للبلد، مع ما يمكن أن تتحول إليه المنطقة إذا عاد العراق إلى طبيعته واستقر. و يعني أكيد هذا سينعكس على المنطقة كاملة إذا كانت هنالك نعم. إرادة سياسية حقيقية لفعل ذلك. ابقى معي دكتور أيمن، سأعود إليك ريثما أنتقل إلى ضيفي مجددا هنا في الأستوديو الأستاذ نظير. أستاذ نظير، يعني ماذا عن أوضاع الصحفيين والناشطين الحقوقيين في العراق؟ إلى أي مدى يمكن أن يكرس استهدافهم إخفاء أي تفاصيل عن جرائم الإخفاء القسري المتواصلة في البلاد؟ عن دور الصحفيين من أجل إكمال الجريمة كما يصفها النشطاء. نعم، يعني أنا أعتقد أن كل مجرم عدو الأول ليس الشرطي، إنما عدو الأول هو الصحفي. لماذا؟ لأنه هو من يثبت بالدليل القاطع على ارتكابه لهذه الجريمة. نعم. لذلك هذه الميليشيات وهذه المجاميع المسلحة هي عبارة عن مجاميع إجرامية تقوم بأعمالها الإجرامية بعيدا عن الأنظار وبعيدا عن أعين الآخرين. لكن ما يقوم به الصحفيون والمراسلون وكذلك حتى المواطن العادي حينما يوثق الجرائم التي تقوم بها هذه الميليشيات يعتبرون هم الأعداء الحقيقيين. نعم. ولهم الأولوية في التصفية من قبل هذه الميليشيات. لذلك يعني رأينا في كل الأماكن التي تواجدت فيها هذه الميليشيات كانت تستهدف المراسلين، تستهدف الصحفيين، بل قامت باستهداف الناشطين الذين يوثقون هذه الجرائم أو يحاولون أن يعبرون عن هذه الجرائم من خلال تدوينات، من خلال صور، من خلال فيديوهات. لذلك يحاولون تصفيتهم. يعني لدينا أمثلة بارزة في تظاهرات تشرين، كم تم تصفية ناشطين كانوا يفضحون هذه الميليشيات، يفضحون هذا النظام العراقي. لذلك يعني موضوع الصحافة، موضوع الناشطين سواء على الميديا أو على الصحف، موضوع مهم جدا لفضح هذه الميليشيات. لكن بنفس الوقت هم أكثر الناس تعرضا لإيذاء هذه الميليشيات. وفي العراق ذهب العديد من الضحايا
من هذه الشريحة من المجتمع. يعني نحن كيف نعلم أن هناك تظاهرات في كذا مدينة؟ كيف نعلم أن هناك موقف جماهيري من قبل هذه يعني بالضد من هذه الميليشيات، بالضد من هذا النظام، من خلال هؤلاء الصحفيين وكذلك من خلال الناشطين الذين ينشرون هذه التظاهرات على مواقع التواصل؟ لو تلاحظ ان في يعني عندما تحدث احداث كبيره، يعني هذه المجاميع المسلحه ولدرء التهمه عن نفسها شكلت مجاميع فوضويه اللي يسموهم جماعه ربع الله، جماعه ما اعرف ربع منه، يحاولون يقتحمون مكاتب القنوات التي تفضح جرائمهم. وحدثت مثل هذه الحوادث كثيرا في كثير من مكاتب القنوات، تم التعرض للحرق والاقتحام. لذلك تجد ان يعني وسائل التواصل تجد صعوبه في تغطيه ما يحدث في العراق، وبالرغم من ان ما يحدث في العراق يفوق ما يحدث في اليمن ويفوق ما يحدث في ليبيا وكثير من الساحات الملتهبه، لكن لا تجد صدى لها في وسائل الإعلام المهمة. لماذا؟ لأن هؤلاء يتعرضون للصحفيين بالعنف والقتل وأحيانا الترهيب والتخويف لكي لا ينقلوا حقيقة ما يحدث في العراق. نعم، هي حقيقة أن الصحافة لها دور مهم جدا، لكن ليس لديها القدرة على تغطية ما يحدث في العراق. مجددا إليك دكتور أيمن، هل مبرر حكومات العراق المتعاقبة بخرقها بنود اتفاقية حماية المدنيين من كل أشكال الإخفاء القسري أنه قد يتصادم مع بنود القانون، أي القانون المحلي؟ هل ترى أن هذا مبررا وجيها ومقبولا؟ قطعا أخي، هذا يعني لغير مقبول وغير قانوني. حتى المعلوم لدى أي حقوقي أو أي باحث في الشأن الحقوقي أن القانون الدولي هو قانون يظهر على القوانين المحلية لأنه أكثر شمولية وأكثر يعني احتواء حقيقة على تفاصيل قانونية ترتكز عليها التعامل الدولي، التعامل البيني بين الدول. فلذلك القانون الدولي يفرض على الدول التي تحترم نفسها أن يكون ظاهرا على قوانينها المحلية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال من الناحية القانونية أن يتم قبول أي إخفاق أو أي تقاعس عن أداء ما تفرضه مواد القانون الدولي على هذه الحكومة أو هذه الدولة أو تلك. وبالنتيجة لدينا في العراق اليوم حكومات احتلال متعاقبة انضمت إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من جميع أشكال الاختفاء القسري. وهذا الحقيقة التقرير يأتي بعد مرور أكثر من عقد من الزمن على هذا الانضمام، وبذلك أصبح العراق طرفاً في هذه الاتفاقية، والاتفاقية تفرض على العراق. تخيل أخي الكريم، إلى اليوم أنا أتحدث معك بعد مرور أكثر من 10 سنوات، لم يتم تجريم الاختفاء القسري قانونيا في العراق، ولم يتم الوصف وصفا كاملا واضحا بالنسبة لجرائم الاختفاء القسري. لماذا؟ لأنه من المعلوم أنه الاختفاء القسري هو طرف، الحكومة فيه طرف، أو من يمثل الحكومة فيه طرف، وبالتالي لا يمكن تبرئة الحكومة من هذا الموضوع. وهنا طبعا هذا يتعارض مع القانون الدولي. وينبغي هنا، في 2015 زارت لجنة الخبراء الأممية الخاصة بالاختفاء القسري. لماذا زارت العراق؟ لأن هنالك إخفاقات كثيرة 2015، حتى اليوم بعد 5 سنوات من زيارة هذه اللجنة، ماذا استجد على يعني على ما قام به العراق أو ما التزمت به حكومات الاحتلال المتعاقبة؟ لم يعني استعرضنا جدولا كاملا للمواد 45 التي تتضمنها هذه الاتفاقية،
وجميع هذه المواد، يعني ليس لا توجد أي مادة العراق تقدم بها خطوة. لماذا؟ لأنه العراق لا يرغب حقيقة، حكومات الاحتلال لا ترغب بإلزام البلد بالقانون الدولي، ولا سيما فيما يخص الضحايا الاختفاء القسري. جميع ضحايا الاختفاء القسري جميعهم هم مناهضون أو معارضون للحكومة. لا يمكن، من المستفيد من اختفائهم؟ من الذي يقوم بإخفائهم؟ أين يوضعون؟ أين يودعون؟ ما هو مصيرهم؟ هذا كله حقيقة وفي ردود الحكومة عندما نقوم برفع الحالات الموثقة إلى لجنة الاختفاء القسري الأممية، تكون الردود الحكومية ركيكة وغير مقنعة وغير مقبولة. وهذا ما أشارت إليه حتى لجنة الاختفاء القسري، لكن مع الأسف لا يوجد خطوة حاسمة من قبل اللجنة تجاه هذا الموضوع. دكتور أيمن، إكمالا لما تحدثت به، على من تقع مسؤولية تجريم الإخفاء القسري وتواصل الإخفاء القسري؟ أخي الكريم، هذا يجب أن يكون مثبت في الدستور، نعم، وفي الأنظمة والقوانين التي تستند إلى الدستور. هذا هو يعني نعم. الدستور لدينا، ولدينا قوانين، ولدينا أنظمة. سأعود إليك. فهذا هنا ينبغي أن يكون. لماذا وافق الحكومة المالك الثانية على الاتفاقية؟ لأنها خولت لجنة خاصة مثلتها في الموافقة. نعم. اليوم الحكومات هذه مدعوة يعني تشكيل لجان حقيقية جادة مع حسن النوايا. طبعا هذا هنا يعني مسألة رئيسية جدا، أنه تتوافر حسن النوايا لإنفاذ هذا القانون وتجريم حالات الاختفاء القسري. تخيل محاكم في العراق لا تقبل دعوى الاختفاء القسري إلا بعد التي والتي، طبعا كانت لا تقبلها نهائيا، وتفرض على ذوي الضحية أن يكتبوا أنه فقدان. نعم. ومعلوم أن الفقدان يختلف تماما عن الاختفاء القسري، لأن الاختفاء القسري جريمة جنائية، أما الفقدان فهو جريمة مدنية. يعني الأمر يختلف تماما. ابقى ولكن معي. مع ذلك اضطرت الحكومة، لكن هذا الاضطرار لا يترافق مع حسن النية. نعم. فلذلك لم نجد أي حل للموضوع. ابقى معي دكتور أيمن. بالعودة إليك أستاذ نظير، يعني الحديث الآن يفرض نفسه عن المجتمع الدولي وعن الأمم المتحدة، ما هو دورها من أجل حماية المدنيين العراقيين؟ لماذا نجد أن الأمم المتحدة صامتة؟ يعني الحقيقة كثيرا ما كنا نتكلم يعني وندعو الشعب العراقي لإيصال مظلوميته من هذا النظام ومن هذه الميليشيات إلى المجتمع الدولي ليكون له موقف بنصرة هذا الشعب، لكن الحقيقة مع طول هذه الفترة ومع هذا يعني الضيم الذي يجده الشعب العراقي، لم نجد هناك موقف مشرف للأمم المتحدة بالذات، وكذلك عموم المجتمع الدولي. البعثة الأممية التي موجودة في العراق ينامي يعني برئاسة بلاسكارت، عكس ما يريد الشعب العراقي، هي تذهب لتلتقي مع قادة الميليشيات مثل هذا الخال ولا معروف العام، يعني من هؤلاء قادة الميليشيات. نعم. بل إن قبل أيام ذهبت إلى الدولة التي هي سبب كل المشاكل في العراق، ذهبت لزيارة طهران، وحجتها إنها تريد توفير الاستقرار للعراق. ومن أنت؟ من يعني ماذا تمثلين بالنسبة للعراقيين لكي تتفاوضي مع دول الجوار نيابة عن العراقيين؟ نعم. نعم. يعني هذا يعني خارج مسؤوليتها وخارج الصلاحيات المفوضة بها من قبل الأمم المتحدة، ومع ذلك الأمم المتحدة لم تجعل يعني لم تفعل شيء لبلاسكارت، تمارس دورا ولم غير الدور المطلوب منها أن تقوم به وتمارسه. بالخلاصة أنا أقول لك يعني، وخطابي موجه للشعب العراقي تفضل. وأنا جزء منهم، بأن موضوع أن المجتمع العراقي عفوا المجتمع الدولي أن يكون له دور
مشرف لتغيير الحالة الموجودة في العراق، أظن أن هذا يعني حلم بعيد المنال، ولكن يجب على الشعب العراقي أن يفرض ذلك على المجتمع الدولي. كما حدث الآن، أنت حضرتك يعني ممكن أن تراقب ما يحدث الآن في ليبيا. تفضل. ليبيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة تسارعت لموضوع حل المشكلة بعد ما وصل الأمر إلى أنه يتم تهديد سوق النفط، لذلك قبل أيام تم تشكيل حكومة مؤقتة للتحضير. جمع الشرق والغرب على طاولة. وما يحدث في ليبيا هو نفسه كان مطالب المتظاهرين العراقيين. لماذا لم تفعل الأمم المتحدة نفس الشيء الذي فعلته في ليبيا؟ أنا أقول لك لماذا؟ لأن الليبيين استطاعوا أن يفرضوا رؤيتهم على المجتمع الدولي وعلى الأمم المتحدة لتحل مشكلته التي يعاني منها، وعلى العراقيين فعل ذات الشيء، بأن المجتمع الدولي والذي هو متكون من عدة دول لا يمكن أن تتحرك ولا يمكن أن تتداعى لنصرة الشعب العراقي إلا إذا كانت هناك مصلحة لهم في ذلك. وعلى الشعب العراقي أن يثبت للمجتمع الدولي أن مصالحكم مع الشعب وليس مع هذا النظام. في البدء يعمل المتظاهرون ويعمل جميع العراقيين على سحب شرعية هذا النظام. هذا النظام ارتكب القتل في حق المتظاهرين، ارتكب الإخفاء القسري في حق عموم مكونات الشعب العراقي، وارتكب ما ارتكب من أمور تجعل أنه هو فاقد لهذه الشرعية ولا يمثل الشعب العراقي. وكذلك على العراقيين أن يوقفوا تصدير النفط. البلدان الغرب لا ينظرون إلى العراق إلا عبارة عن شريان للنفط فقط. لا يمتون يعني بعين الرحمة لهذا الشعب والذي عانى ما عانى. لذلك يعني ربما أحد أهم الحلول الموجودة للشعب العراقي هو موجود تحت أقدامهم، هذا النفط العراقي الذي يتم تصديره إلى العالم. لو تم يعني إعاقة هذا التصدير لجعل الأسواق العالمية تضطرب، وسترى أن جميع البلدان وجميع الدول الكبرى ستأتي لتحل المشكلة. لذلك المجتمع الدولي لا يتحرك مساعدة العراقيين إلا إذا كانت هناك مصلحة له في العراق. وحاليا الوضع العام لا يضر الدول الكبرى، لذلك هي تتغاضى عن جرائم هذا النظام، تتغاضى عن جرائم الميليشيات، وترى ما يحدث بالشعب العراقي ولا تحرك ساكن. على الشعب العراقي أن يقلب هذه المعادلة ويجعل هناك رسالة واضحة تصل للمجتمع الدولي بأن مصلحتكم مع العراقيين وليس مع هذا النظام. سنواصل النقاش أستاذ نظير، ابقى معنا على أي حال. مشاهدينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير، بعده نواصل تغطيتنا، ابقوا معنا. مجددا نرحب بكم أعزائنا المشاهدين، وهذه التغطية الخاصة حول تقرير قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين بشأن ملف المغيبين قسرا في ظل استمرار الإهمال الحكومي والمجتمع الدولي بشكل متوازي. إليك مجددا دكتور أيمن العاني، ضيفي من عمان، وأنت مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين. يعني دكتور أيمن، على الرغم من التعهدات الحكومية المتوالية بملاحقة الضالعين بعمليات الإخفاء القسري للسكان المدنيين والنشطين والمتظاهرين، إلا أنه لم تكن هناك إجراءات حقيقية لمحاسبة الجنى، لماذا برأيك؟ أخي الكريم، الحقيقة جميع الحكومات المتعاقبة في العراق يعني للأغراض الانتخابية أو لأغراض يعني بث الهدوء بين صفوف الشعب، وآخرهم طبعا الكاظمي الذي تعهد في الشهر حزيران الماضي أنه
سيحسم ملف المختفين قسرا، وإلى اليوم لم يتم حسم أي قضية من هذه القضايا. نعم أخي الكريم، هذا الأمر، حقيقة الأمر، الاختفاء القسري في العراق خيار سياسي بالنسبة لحكومات الاحتلال المتعاقبة، لأنها لا تمتلك، هي فارغة سياسيا، هي فاشلة، هي فاسدة، هي غير قادرة على تلبية أي متطلب نعم من متطلبات الحياة الكريمة، وبالنتيجة هي تلجأ إلى مثل هذه الأساليب كخيار سياسي كما ذكرت للتعامل مع المناهضين والمعارضين لها. لدينا الآلاف من الحالات، خاصة بعد 2014 هنالك أكثر من 23,000 حالة اختفاء قسري جرت في المحافظات المستهدفة نعم التي استهدفتها الحكومة بحجة محاربة الإرهاب، وهم فعلوا بأهلها ما فعلوا، نعم ولا يخفى على أحد ماذا حدث. لكن هذا الأمر، يعني التعهدات، هي فقط لمحاكاة و يعني مغازلة، إذا إن صح التعبير، المجتمع الدولي، نعم لأنه هو أيضا مدعو حقيقة لاحترام حقوق الإنسان، ويتلقف مثل هذه التصريحات لتبرير مواقفه حتى في التسويغ للحكومة والتسويق لها نعم. على في ذكر الأروقة المجتمع الأمنية الدولي دكتور، والحقوقية. اسمح لي أن أناقشك هنا. على ذكر المجتمع الدولي، هل يحق للمجتمع الدولي قانونيا التحرك لإيقاف عمليات الإخفاء القسري في العراق، خصوصا إذا ما طبعا نظرنا إلى حالة تحطم وفساد المنظومة القضائية؟ أخي الكريم، هذا الأمر، تحرك المجتمع الدولي نعم بإجراءات وتدابير جبرية، هذا ما ينص عليه القانون الدولي، متى ما تقاعست الحكومة عن حماية مواطنيها. نعم فاليوم في العراق لدينا حالة متطابقة لهذا الوصف، لدينا حكومة متورطة في جرائم ضد الشعب، وهذه الجرائم جرائم نكراء ووحشية وجرائم حقيقة على نطاق واسع. لكن فماذا لدينا؟ لدينا اليوم استنادا إلى القانون الدولي، والحديث حقيقة أنه التعويل على القانون الدولي أو على المجتمع الدولي، يعني اليوم احنا طبعا نتحدث من ناحية الحقوق، نعم من وجهة نظر الإنسان الحقوقي القانوني. تفضل دكتور. الإنسان الحقوقي القانوني له حق التعبير عن الرأي، وله حق المجاهرة في المعارضة، نعم وله حق أن يستفيد مما أملاه القانون الدولي من أمور لكي يتم تغيير حقيقة الرأي العام العالمي تجاه قضية العراق. فإذا كان حقيقة، هنا مسألة مهمة جدا، إذا كان هنالك تعثر أو عدم رضا من أداء المجتمع الدولي، فعلينا نحن أن نراجع أنفسنا كي نعمل بشكل واضح وبشكل موثق وبشكل مهني لإقناع المجتمع الدولي جبرا، نقنعه جبرا حقيقة. سأعود لماذا؟ إليك. لأنه لا، يعني نعم لا تترك له الحجة، لا تترك له الحجة، وهذا حقيقة حتى في يعني في المجالس الخاصة مع نعم المنظمات الدولية والحقوقيين العرب والأجانب، هذا الأمر مطلوب. فنحن حقيقة في العراق لدينا مشكلة التوثيق، صح أن الحكومة لا تسمح بالتوثيق والتوثيق محارب، والصحفيين يتم محاربتهم واستهدافهم، والناشطين أيضا، لكن مع ذلك ينبغي توثيق الحالات وليس المرور عليها، يعني هيك مرور الكرام، نعم لكي نستفيد من هذه القضية ونلزم المجتمع الدولي الحجة. وعلى المجتمع الدولي إذا اقتنع بهذا الأمر، نعم هو الأمر متعلق بالإرادة السياسية، لكن هذه الإرادة السياسية لا تريد أن تكون شماعة
لفساد هذه الحكومة أو تلك، ابقى معي. ولا تريد أن تكون، ينبغي هنا التحرك بهذا الاتجاه. ابقى معي دكتور أيمن، سأعود إليك بعد قليل. مجددا إليك أستاذ نظير، يعني أغلب التقارير أكدت أن أماكن المخفيين قسريا تتركز في سجون تتبع الميليشيات، لا سيما في منطقة جرف الصخر. السؤال هنا، ما الذي يمنع الحكومة الحالية من دخول هذه المناطق وإنقاذ المعتقلين فيها؟ طبعا بالمناسبة ليس فقط في جرف الصخر، إنما يعني في أماكن متعددة يتم يعني إخفاء هؤلاء وممارسة أنواع التعذيب بأشكال غير قانونية طبعا. لكن فيما يخص جرف الصخر، يعني وما أدراك ما جرف الصخر، هذه تم يعني على كلامهم أنه تم تحريرها من عناصر داعش منذ يعني هي أول المناطق التي أخرجوا داعش من عندها، ولكن ما حدث أنه لم يرجع أهالي المدينة، بل اتخذتها هذه الميليشيات كقلعة جديدة لقواتها، بل هي حولتها مثل السجن اللي كان في البصرة تتخذ القوات الأمريكية. يعني قلعة خاصة بهذه الميليشيات تمارس يعني التعذيب بحق المعتقلين، بحق المغيبين والمختطفين، بل إنها أصبحت قاعدة لتخزين أسلحتها من صواريخ وباقي أنواع الأسلحة، بل إنها يعني موضوع التدريب وموضوع الأمور الإدارية واللوجستية لهذه الميليشيات، وبالذات ميليشيا حزب الله العراقي يعني اتخذت من هذه المنطقة عبارة عن يعني قاعدة عسكرية لهذه الميليشيات، أو بتعبير أدق قاعدة إيرانية متقدمة على الأراضي العراقية، لذلك هي لا تسمح لأي طرف حكومي بالتدخل في هذه المنطقة أو إدخال القوات الأجهزة الأمنية، بالرغم من أن الأجهزة الأمنية هي تابعة لحكومة موالية لإيران، مع ذلك لا يثقون بها، بل تعاقب 3 رؤساء وزراء، لم يتجرأ واحد من عندهم أن يقتحم هذه المنطقة ويرى ماذا يحدث فيها، حيدر العبادي، عادل عبد المهدي، والآن الكاظمي، لا يستطيعون التجرؤ باقتحام المنطقة. في أحد المرات كان وزير الداخلية الغبان أو ما أعرفه، وهذا أصلاً هو جزء من يعني حزب الدعوة أو ميليشيا بدر، لا أعرف، محمد الغبان، نعم نعم، حاول أن يقتحم هذه المنطقة ويرى ما تم اعتقاله وإخراجه بالقوة، لذلك يعني جبروت الميليشيات أقوى بكثير من السلطة الحاكمة. لكن أنا يعني أرى، هل هذه الأمور هي خافية عن المجتمع الدولي مثلا؟ هل هي خافية عن الولايات المتحدة اللي هي أس الفساد وأس الخراب الذي يحصل في العراق من خلال احتلالها للعراق عام 2003؟ بل هي تعلم كل ما يدور هناك، ومع ذلك هي تغض النظر عن هذه الميليشيات، لكن تجدها في ساحات أخرى ناشطة وتدافع يعني انظر إلى التظاهرات التي حدثت في موسكو مثلا من أجل هذا المعارض الروسي، الإعلام الأمريكي والغربي كله جندته ضد هذه الاعتقالات، لكن تجدها تغض النظر عن العراق. لذلك أنا أقول أن العراقيين يجب أن يقولوا قولتهم ويفرضوا إرادتهم على المجتمع الدولي من خلال فعالياتهم، من خلال تظاهراتهم، من خلال عصيانهم، من خلال الطعن بشرعية هذه الحكومة، وإعطاء رسالة واضحة إلى العالم وإلى الدول الفاعلة بأن هذا النظام العراقي لا يمثل الشعب العراقي، إنما يمثل ميليشيات جاءت من خارج الحدود وليس لنا علاقة بها. ويعني نتوقع من المنصفين، من يبحث عن مصالحه بالعراق، أن يساند الشعب العراقي لانتزاع شرعيته. مجددا إليك دكتور أيمن العاني، يعني في ظل للأسف غياب فعالية دور المؤسسات القانونية الدولية والواقع الذي تعرفه عن مؤسسات القانون في العراق، هذا إن كان هناك مؤسسات طبعا، ما الواجب فعله من أجل هذا الملف، ملف المغيبين قسرا؟ ما هي الخطوة التي يمكن للعراقيين، لبعض المؤسسات في المجتمع المدني أن يقوموا بها؟ أخي الكريم، الحقيقة الخطوة الأولى والخطوة المهمة والخطوة الأساسية تتمثل بمسألة توثيق الحالات توثيقا مهنيا قانونيا مقبولا معتمدا لدى المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة، هذه أولا. ثانيا، بالنسبة للمجتمع الدولي إن كان يعلم أو لا يعلم بما يحصل على الأرض العراقية، حقيقة الموضوع
متصل بالمصالح، نعم أكيد، لكن هذا الأمر نحن نعلم أن المجتمع الدولي لا يألو بنا إلا ولا ذمة، هذه معروفة، لكن بالمقابل ماذا يمكن أن نقوم به حتى نحرج المجتمع الدولي ونفرض عليه مسألة التحرك؟ لأن الشعب العراقي قدم ما قدم من 2011 إلى 2020 و21 ولا يزال الضحايا والمصابين والاستهداف الناشطين، هذا كله على مدى عقد من الزمن الشعب العراقي لم يهدأ له بال بهذا الاتجاه، لكن حتى يفعل هذا الأمر ينبغي أن نقوم بتغيير الرأي العام العالمي ونقنع هذا الرأي العام جبرا أن هذا الأمر الذي يحصل هو خارج مصلحة المجتمع الدولي. نعم. وهذه مسألة مهمة. فماذا ما هو المطلوب؟ المطلوب أنه جميع المنظمات الحقوقية تجتهد حقيقة في توثيق حالات الاختفاء القسري والقيام بتقديمها إلى الأمم المتحدة. العراق يحوي على أكبر عدد من المختفين قسرا في العالم، لكن مع الأسف الشديد إذا أطلع حضرتك على عدد الحالات التي تقدم إلى الأمم المتحدة والحالات المعتمدة لديها، يعني وفق الضوابط المعتمدة لديها، حقيقة هي أرقام متواضعة وأرقام تحرجنا نحن أيضا بالمقابل. فهنا أخي الكريم ينبغي التركيز على هذا الأمر، ينبغي التحرك على الأرض ورفع التوعية الشعبية بضرورة توثيق الانتهاكات وجعلها ملفات وتقديمها، لأن هذا الأمر هو حقيقة مفتاح الحل الحقيقي والواقعي. فهذه التضحيات، وأنا هنا الحقيقة من هذه الفرصة أنه أدعو حتى المحافظات التي يعني قدمت ما قدمت وعانت ما عانت من جراء الظلم المركب لحكومات الاحتلال المتعاقبة، ولا سيما نينوى والأنبار، نعم، وصلاح الدين، التحرك، نعم، والتعاضد والبيان هذه، نعم، نزع شرعية الحكومة التي هي لا شرعية لها حقيقة، لأن الحكومة التي تقتل شعبها، الحكومة التي تتورط بجرائم بحق المدنيين الذين يفترض أنها تقدم لهم الحماية، نعم، فهذه حكومة غير شرعية وحكومة غير وطنية وحكومة أتت بالتوافق الخارجي مع الأسف الشديد، وهذه حقيقة واقعة في العراق. من عمان كنت معنا عبر سكايب الدكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، شكرا جزيلا لك. أتوجه إليك الآن بالسؤال الأخير الأستاذ نظير الكندوري، يعني غياب السلطة باعتقادك إلى أي مدى كرس من نفوذ وهيمنة الميليشيات في العراق؟ أخي الكريم، بالتأكيد في أي بلد، ليس في العراق فقط، عندما تفقد السلطة سيطرتها على هذا البلد تنتشر العصابات وتنتشر المجاميع المسلحة. وفي حالتنا بالعراق عندما السلطة ليس لها دور حقيقي ولا قوة حقيقية، تجد أن الميليشيات تنتشر، بل وصل الأمر أن السلطة نفسها تساعد هذه الميليشيات. وهل تعلم أخي الكريم أن ما يحدث الآن جديدا أنهم يحاولون استنساخ التجربة الإيرانية من خلال جعل هذه الميليشيات الخارجة عن القانون، الميليشيات المنفلتة، هي الأساس الأمني لهذا البلد؟ من خلال ماذا؟ الآن تجد أن جرائم داعش التي هي أيضا موالية أو تتحرك بأصابع إيرانية تزيد من عمليات العسكرية، ومن يتصدى لها إعلاميا بأنه هو الحشد الشعبي، بمعنى الميليشيات الموالية لإيران هي من تتصدى إلى يعني عصابات داعش.
والإعلام الحشدي ماذا يقول؟ إعلام الميليشيات ماذا يقول؟ يقول إن الحشد هو القوة الوحيدة التي تقف ضد الإرهاب وهي من تحمي العراقيين، وهذا تهميش للقوة العسكرية. ولربما إذا ما سمعنا بأن الميليشيات أو الحشد الشعبي هي من تستلم الملف الأمني فلا يمكن الاستغراب، ويجعل كما هو الحرس الثوري هو من يستلم الأمن في إيران سيكون الحشد الشعبي هو من يستلم الأمن في العراق. شكرا جزيلا لك ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ نظير الكندوري الباحث والكاتب السياسي، كنت معنا في تغطية بشأن ملف المغيبين قسريا. مشاهدينا الكرام، لا يزال ملف المغيبين قسرا واحدا من أهم الأدلة الواضحة على الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في العراق في ظل عجز حكومي عن كشف مصير أعداد هائلة من المغيبين، مصيرهم إلى الآن لا يزال مجهولا. وصلنا إلى ختام هذه التغطية، ظلوا في أمان الله، إلى اللقاء.